بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتأمل هذه الصورة، صورة حقيقية لسديم يبعد عنا آلاف البلايين من الكيلومترات، يحتوي العديد من النجوم، وكل نجم يشبه الشمس مجرة ترب التبانة، يحتوي على غبار كوني، أيضا يحتوي أيضا على دخان كوني، وتبلغ درجة حرارة سطح هذا النجم آلاف الدرجات المئوية. ولو اقتربنا من هذا السديم فإننا نحس بحرارة شديدة ناتجة من التفاعلات النووية داخل النجم، وعن اصطدام جزيئات الدخان أيضا والغبار بعضها ببعض. وكذلك فإن هذا المشهد يذكرنا بعذاب الله تعالى. ولو رجعنا إلى حياة النبي الأعظم نجد أنه كان يخرج ليلا ليتفكر في خلق هذه النجوم، يقول تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سورة آل عمران آية 191. نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام ربط بين التفكر في هذه المخلوقات وبين عذاب النار. سبحان الله والله أعلم.